الشامخ، جيب لي غيره. البقية يجون يهدمون، ناس تبني تهدم، الهلال يبني 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 يا أخي. إلى يعني متى نوصل بالله نكون مثل الهلال؟ خلنا نكون واقعيين، الهلال والله فريق كبير يا أخي، نبغى نكون مثل الهلال مثل الاتحاد. بتعارضني يعني؟ لا لا لا، بس بس ها الهلال شوف كيف يا أخي، إحنا اللي الهلال لا الهلال فريق كبير، ما تقارن فيك. هذا الرابط ها، ويلا يلا طلع موسم بطولة قدام الوحدة على آخر دقيقة. الهلال بطل آسيا كم مرة؟ حنا نهارج الموسم ذا، لا تجيب الثاني العام. حنا هذا الهلال الهلال بدي هارج الفريق. دامك هلالي، عارفين إن كل الأندية هلالي، أنا هلالي لابس التيشيرت عشان كل جماهير الأندية يجون عشان الهلال. يلا حد الكاس، يلا يلا ما طلع في أي بطولة، عطني حظ الهلال وارمني بالبحر. هذا فكر النصراوية، لذلك والله ما يتطوروا، ما يتطوروا أبدا. لكن جمهور الهلال يعرف إذا فريق سيء ما يطبل، لا خلاص عنده إدارة سيئة والله لا يمشونها اليوم الثاني. طيب انت ما احنا الرابع، لا تقدر الرابع الحين وياخذ بطولات بعد اليوم قدام العدالة يا شيخ، رايح يا شيخ. طيب الهلال اخذ آسيا الموسم الماضي واللي قبله، انا ما علي منهم، انا نصراوي. هو بيقول لي اني انا من عشاق كريستيانو وجاي عشان كريستيانو، انا نصراوي. لكن الحق ينقال خلاص، الحين الدنيا واضحه، ما عاد في احد يخفي الحقيقه. الهلال كبير الرياض غصبا على النصراوي وعلى الاتحاد وكل شيء، لكن ايش لكن 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 نتمنى نكون مثل الهلال. هذا الفهم،